الله الله باقي ناس الشليلين صغير تما اللي ما نضربوه ولا يجي حتى شي شويه. المهم الصبيح زوينه انتم كتسمعوا زقزقات العصافير. دابا نوض ان شاء الله نتحرك شويه، كاين شويه البرد كاين، نتحرك شويه باش نسخن صافي، نشعل شي عافيه تما باش ما نصايبوش الفطور، نفطرو نضربو شي طويره هنايا وتما. سيو الصباح لاحظت بلي الصباح القديم برد على الليل، الليل مازال شويه زعما كاين البرد. نضربو شي دويره شويه د المسائل. كنت خايف واحد القضيه ان الشلال زعما يتجهد الماء ولا شي حاجه ويطلع عندنا شويه لهيك، ولكن سولت قبل ما نجيو كذا قال لي لا. يقول كذا زقزقت العصافير وما جات حتى شي واحد. المهم فلان تيكون عابر في الويكاند، ولكن اليوم راه يلاه في الصباح يقدر يجي اليوم، اليوم يقدر يجي بنادم يخيم هنايا باش يباس ويطيب شي بحال. المهم حنا نضربو شي دويرة هنايا، تشيكيو المسائل نشوفو شنو كاين باش جيه. الشميسة يلاه كطلع. شوف شحال هكاك الشلال اللي لهيه، الشلال الصغير. عشاق التسلق، ها واحد شارل، عشاق البرودة، واحد المويه كلاسيا. واش الخوت طلعت لهنايا نتشمش، كنت بغيت لحظة دابا في الشمس راه حتى لتحت الشربة زعما وصلت في الشمس، داكشي علاش جيت هنايا نتشمش شوية. راه نتوما فين فين كنا ناعس عبد الله، راه مازال ناعس مبغاش يفيق. المهم انا مازال غنطلع لهيه، غنحاول نقدر نمشي لداك الشلال اللي لهيه، نمشي لديك البلاصة فين تيصب يا رب. سمعت واحد الصوت في الشكاية، سمعت واحد الصوت، اش هو هادشي؟ يلاه كاينة الطريق مقادة، شو نطلع هاديك شو نطلع هاديك الشلال من الفوق، ليتس جو. طريق معبد ها هو، شو هاديك شوية ديال الما راه ديال هيه هو اللي تيعطي ديك الشلال، صح ماشي شلال كبير ولكن زوين. ها هو المصاف ديالو، واحد السيد دوينا معاه البارح قالنا راه شي واحد واحد الفترة تلاح، أيا تلاح من هنايا من الفوق حتى لتحت ديك الشلال، قال عشران وصحابو صوروني وراه ما نعرف، تلاح وكلا وقال تقلب يقلبو الريح جا على ظهرو. المهم خطيرة، أنا دابا فوق داك الشلال، نقدر نكون في البلاصة بالضبط منين تلاح داك الدر. أيا حداري حداري، هنا راه تيزلق، هنا تحط رجليك في البلاصة هادي تقدر تزيح، هاهي باينة، هنا راه ناشف، يعني ما غنزعمش نزيد لهنايا كاع، لا، نو. ولكن راه واحد البرد كاين هنايا راه بزاف. الله عبد الله عليك، جاوبك الله على الشلال من هنايا. شوف هنايا صعيب شوية حيت فيها الحجر الصغير. هاهي الشميسة، الشميسة طلع عليا. آه
ويقول هذا ديكور، هذا ديكور ميت بزاف. واو يلا طلع هذيك الجبله راه تحت هذيك الدار. فين كاين ديك الدار؟ قلت له غنطلع عشان مع الجبله. دابا عندنا واحد الدار الفوق ساكن فيها واحد السيد، شنو نقول لي عمرنا الماء الا عنده شي بيه شي عيبه. ديك الماء ديال الواد ما نقيش بزاف، خصنا نصفيوه. المهم الا ما لقيناش عنده الماء هو ولا شي حاجه، راه غادي نديرو القضيه ديالنا غنصفيو ديك الماء، نقطعو قرعه ونعمروه بالرمله والحجر المسائل ونصفيوه. اوكي غالبا غيكون عندهم هما الماء، غتقولها بهاد القرعية هادو. ولكن راه تما باش طلع هاد الجبل هادا. ها هو عبد الله فاق من الناس. سير اخي عبد الله سير. اوه لا لا، باش نوريكم واحد المنظر خطير جدا. سمح لنا بزاف، عطيه الساك. شنو الساك فين نخدم؟ عطيه الساك ولا مالك؟ عطيه الساك. لا لا بلاش، لا لا بلاش. ماشي مشكل ماشي مشكل. ماشي مشكل، حنا على تحت هنا. لا ماشي مشكل، لا لا ماشي مشكل. الله يكثر خيركم. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. لا 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 ماشي مشكل، صافي صافي. شنو نلقى مع شي حد؟ ديروه. انا حنا نجيبو لك. بلا ما تجيبو، الا ما جيتو، الا ما خصكم شي حاجه بلا ما تجيبو. الله يرحم الوالدين. حتى تجيبو من نهار الصبح. الله يرحم الوالدين، شكرا. الله يرحم الوالدين. الله يعاون. الله يلعب الناس هادو. بزاف. والو قلت لنا والو، ديو معكم الخبز. كنا باغيين نتقضاو باش نقلبو شي بلاصه زعما شي واحد تيبيعو ولا شي لعيبه. واحد الكلب، واحد الكلب زوين. عمرات لنا الماء انا بزاف، احساس لا يوصف. اش بالك اخي عبد الله؟ اش بالك في الناس ديال هذه المنطقه؟ الله يعمرها دار، الله يعمرها ميزون. هالك فم بغينا ما بغيناش نديوها لا زعما نخليوها ليها بلا ما فوق. قلت لنا والو ديو دور الكفه، سرو ذاك الخبز وهبطوا به. ايوا الله يرحمنا الوالدين. خذينا واحد القرار، غنسويت شي واد الكوزينه هذه، غنبدلو الكوزينه ديالنا. تلقينا واحد الكوزينه اللي هي ناضيه في الزليج ديالها. الكوزينه كتشخو علينا فيها. الكوزينه خوجه فيها داك الحجر ما بقيتش، راه عجب الله الطاجين ما طاحش البارح. المهم كاين واحد الكوزينه اللي هي، المهم غنديكم ليها وغتشوفوا البلان. هو خصنا نحولوا لها الماتيريال والمواد. ها هي كوزينه فيها تصايبها شي واحد، طيب لها غا هو حاجه وحده اللي خسرها فيها. بلان خايب خايب بزاف. شوف خلى الزبل هنايا، دابا الزبل هذا شكون اللي غيجيو؟ غنضطرو حنايا نديو مع الزبل ديالنا باش نحيدوه من هنا. هذا هو لقيناه الفوق، غادي يعاوننا بزاف باش نشعلو العافيه. غير كتشبك فيه العافيه، الا كنتي بغيتي تشعل شي عافيه ولقيتي هذا هزو استعملو، راه زوين بزاف. هانتوما شفتو الكوزينه الجديده دايره خدمتها، درنا واحد البلاصه لهاد العوال هنايا. ها هو كيما كتلاحظو اتاي تشحر دابا. طلع معايا ديك الدخان باش يتشحر، خلي مازال واحد شويه ندير ما سخوناش، نهزو من هادي ونحطو ليه. عبد الله مشي يجيب البيض والمقلة، صايب وش المقلة ديال البيض وتشكاو على هاد الخير. هذا نديرو شوية د الزيت المقيطة، ترى دغيا ها؟ عرفتش؟ سمعتي ديك الشيء؟ لا ديك راه عمرناها. شكون اللي جبتي هاز انت ديال الجيطه؟ ها هي صابر.
ها البيض ديالنا، اتاي ديالنا. خلي نمشيو ليه باش نديرو ليه العطريه والمسائل تما نطيو. يلا ندير واحد التشالنج الخوت، حاولوا نقطعوا الواد بالزربه جرا حتى لهذيك النقطه. راه نتوما غادي تشوفوا كلش. ليتس جو. هذه تنقيزه صعيبه. I did it. لكن شويه ما نصلك. Let's go. Here we are. لقينا واحد العينه الخوت، ها هي. لا عمرو من هذه القريه هذه. وقريبا ما بعيداش بزاف، حنا كاينين لهيه. يعني الا خصنا الماء دابا هاد العين هادي، هاي لاحظتوا راه ماشي الماء ديال الواد هذا، راه خرج من تحت الارض ديريكت من تحت الجبل. وكنا فايت سمعنا راه كاين شي عين هنايا. دي سيزيت الطاجين الثاني ديال اليوم، نحاول نقيط الخضيره هادي. الدجاج ديال البارح ما طابش مزيان، ممكنيناه ولكن ما طايبش مزيان. نحاولوا اليوم نطيبوه مزيان، داكشي علاش شي غيقطعو طرافي وغيحاولو نديرو شوية في الماء، يتسلق شوية في الماء عاد نديرو تحت من الطاجين باش يطيب مزيان. أنا غنقي هاد الخضيرة هادي ونصبو طويجين حتى غيطيبو داكشي ونوري ليكم. شو دابا قصدو التلاجة ديالنا، هاهي الزبنة طريعة الزبنة. عنديش مع المناضة بزاف ولكن فيها السكارة باش نوكلها شوية. ديوها دابا الصالة مونجي. بارك عليك. بارك عليك اخي، راه شبان. دير لي شي هزه اخي، شي هزه بعقلها. كنت نخرج من هنايا راه البارح، كنت شتي من نهرب. ماشي هزه بعقلها اخي عبد الله، عندك شو اخي حرقك، صبر لك الحرق. وخطير لي يدي. وخطير لك الجلد اخي عبد الله، هاني صبر معايا. نهار بازا. ها هو تحرق، ولكن واخا هو كاكل الخوت ما تخدعكمش هاد الحروقية، حيت العافية مجهدة داكشي علاش كيتحرق. المهم راه داكشي ناضي كناضي. ها الكليسة ديالنا، راه باغي ينعس هذا بشي وقت. صافا الطريحة ديالي هنا هنايا، حط الطويجي الوسط باش يطلع شوية العيه. والمسائل كاين هنايا متسلق الجبال، بالنا هنا يكون شي جروب، واحد الجروب كبير صراحة. في دراع في مراواش وعيالات، هما دازو طلعو، ما ريحناش كاع. جالسين الخوت ما بينا ما علينا، يلا تغطينا مريحين تنهضمو. تحضر عندنا واحد الطب، شوف شنو هذا الطب سيدي الشواسع. صيفطوا لنا ذوك الدراري، راه يا والله الله يجزيهم بخير. عبد الله بغا يعوج هاد المبال، راهو ما عرفتش واش يتلاح ولا لا. تلاح تلاح يا حالي يا ولد المبال. أنا الصراحة ما قدرتش معاهم في هاد البرد هذا. باش دشت انت، وشنو باغي؟ اش بغيتي انت؟ قلت انت في اطار الفوكه الخوت، هذا العشاء الاخير للصراصير، هذا هو العشاء الاخير في
هذا الجو خطير جدا في هذا الشلال. عندنا هنايا الروز، عندنا الذرة، عندنا الروز، عندنا الذرة، عندنا الزبيب، عندنا الطون تكينزاو مزيان ونتلاحو نتكاو شويه على ما يؤذن المغرب. نصليو المغرب، غيكون اذن المغرب، نمشيو نصليو المغرب وعاد نتكاو شويه على ما يؤذن العشاء، نصليو العشاء ونعسو بحالاتنا. يلا جايز سي يو. حنا هنا المسائل ديالنا كنا مطونطين هنايا اليوم، والبارح راه فين كنا مريحين، علاش جينا لهنايا؟ حيت ما بان البارح كان الجو شويه مقلب، ماشي مقلب كانوا الغيوم، سميتو قلنا الله اعلم تقدر تكون في الشارع ولا شي حاجه، تما قريب شويه للواد، داكشي علاش طلعنا لهنايا. راه جات هاد الجر بيضا طالع شويه. المهم جمعنا لي طون ودينا المسائل ديالنا، هادشي الزبل ديجا ما عمري خلي الزبل اللي فشي بلاصه، ما عمري خلي الزبل يهز الزبل ويدي معاه. الا شي انت تخلي الزبل واحد اخر يخلي الزبل صافي البلاصه تولي زباله. داكشي علاش جمعنا الزبل، جمعنا حتى الزبل ديال خونا لقيناه هنايا حتى هو مخلي ما عرفش فوقاش. ودابا نطلعوا ان شاء الله الفوق، راه واحد البرد كاين وعبد الله كيموت حتى البرد الهرب هذا. شوف صافي نطلعوا الفوق، راه فوق كاين الشمس، فوق كاين الشمس، نطلعوا تما نسخنوا شويه. المهم الناس اللي بغاو يتريبيو ننصحكم تجيو لهنايا، راه واعر بزاف خاصه في الوقت هذه ديال الربيع، تيكون الجو زعما خضوره، تيكون شلال فيه الماء وسميتو، غا هو حاجه وحده حاجه معوله على شويه البرد. جيبوا معكم صاك الطوشاج يكون ديال البرد، و جيبوا مسائل ديالكم على حساب البرد، باش يكون البرد شويه. وهذا مكان، واللي عنده شي سؤال شي لعيبه كتب لي لتحت في الكومنت. طلع كي جاتك؟ طلع شنو؟ دلوهتنا بالرجوع يموري خويا، ما تقول باك طاح هو بزاف. تعذبنا شويه في الطلعة، دابا درنا مع داك السيد اللي جابنا داك النهار، داك الخطاف. هذا راه نمرتو وصلنا ليه عبد الله، قالنا راه قال جاي في الطريق نيت، جاي راجع لتما حضيت. داكشي اللي غنديرو، شوف ديك البلاصه فين حطنا نسينو تما. الله لا راه حي الله، وصلنا لتما حضيت. صونينا على داك السيد اللي كان جابنا داك النهار، صونينا عليه، لقينا قريب يوصل ديك البلاصه فين حطنا، يعني معطلين عليه شويه. هو يدير معنا واحد الزوين واحد قرب، جا دخل عندنا، مازال حتى داخل في البلاصه ما كيدخلش لا هو، جا دخل عندنا مع عندنا الباكاج وكذا، دار معنا زوين. وقالنا علاش البارح ما صونيتوش عليه حتى شي، وانا حتى سكن جوا، شي سكن في شي بلاصه تما قريبه الشلال. المهم الناس اللي هنايا يلا يلا الله يعمرها دار، ناس مزيانين، ناس طيبين بزاف. ماشي خصني كثير، لقيتيش الماء؟ مش الواحد الروبي دي بالقش روبيني كاين وما عندوش روبيني، اسال البورا واد ديك الروبيني ديال العثماني، راه على هادشي بورا باش اش بعدا بهاد النهار. ها هي المحطه، ها هي المحطه اللي غنمشيو ليها هنايا، كاين الطاكسي ديال ازرو. فاينلي اش اخويا، راه واحد الكار الله الا عذبنا، اش داك الشماره كامل ضربنا في التريب، الدار ما تيعذبش في المغرب لو كاين هذا بزاف. كيمشي بحال ديال الشاون، داك الشماره كامل ضربنا في التريب الشاون وكلاصي اخويا، داك ديال الشاون هذاك راه بزاف. المهم هاد الكار هذا شماره ضربنا فيه، مونطريمو ديال الصبر، هاد الكار هذا مونطريمو ديال الصبر، باش تخدم الصبر خاص تمشي مع هاد الكار هذا ضرب مع المودو يعذبك. المره الجايه عطيت عليها الكار. المهم الكوش هادي هي صفيره، هذا هو التريب ديالنا، وهنا النهاية. أنا مع عبد الله هنايا في الرباط، حيت تعطلت بزاف مقدرتش نهبط حتى للدار رسلة، باش معاه هنايا. وغدا غدا غنقصد الدار، ونتمنى يكون عجبكم هاد السيري ديال لي فلوك، حيت غادي نكون قسمتو، حيت غيجي فلوك طويل إلا جمعتو. وتهلاو ليا فراسكم، كان معاكم رشيد الحماني وكروكو مع عبد الله. يلاه بيس.